حقيقة انه يعني في مفاجآت كتير بتحصل، يعني مش بس على صعيد الكوارث الإنسانية اللي بكل تأكيد بتكون فاجعة كبيرة لينا، لأنه كمان الأوساط العلمية والأوساط السياسية خلال الساعات اللي فاتت كان ليها حديث مهم جدا عن ما تم داخل البرلمان المكسيكي، عن حديث عن وجود بعض الكائنات اللي بيدعي أحد مقدميها إنها كائنات فضائية. طبعا الحديث ده بيعمل نوع من أنواع الجدل الدائم عن حقيقة وجود هذه الكائنات، و الصحفي اللي تقدم بهذه الجدلية داخل البرلمان موسى هو صحفي متخصص في هذه الأجسام الطائرة المجهولة، ودائم التحدث عن ده، وده مش أول حديث لي عن حقيقة وجود كائنات فضائية أو ظواهر فضائية. برلمان المكسيكي يوم الثلاث اللي فات كان ده الموضوع اللي بيناقشه، وده طبعا بيثير جدل علمي كبير جدا، وبيثير كمان ذعر عند الناس عن حقيقة وجود هذه الكائنات الفضائية والحقيقة العلمية وراء الهدف من الحديث عن هذه الكائنات الفضائية وحقيقة وجودها على كوكب الأرض. الحقيقة عايزين نعرف أكتر إيه اللي بيحصل، ونفهم أكتر إيه الحقيقة العلمية لوجود المجسمين اللي تم عرضهم في البرلمان المكسيكي، ونفهم أكتر من المتخصصين إيه هي الحقيقة العلمية لهذا. معانا دكتور أسامة شلبية، مدير مركز الفضاء بجامعة القاهرة. دكتور مساء الخير على حضرتك، وإيه الحقيقة العلمية لوجود المجسمين دول داخل البرلمان المكسيكي والحديث عن يعني كائنات فضائية؟ مساء الخير على حضرتك أستاذة هدير، مساء الخير على السادة المشاهدين. طبعا الكلام ده زي ما تفضلتي بأنه هو في الحقيقة ادعاء بوجود كائنات فضائية، ده غير حقيقي. وسبق لهذا الصحفي المكسيكي ادعاءه بأنه هو عالم للأجسام الطائرة المجهولة UFOs اللي هي الـ Unidentified Flying Objects. ده حصل قبل كده سنة 15، برضو ادعى ان فيه كائنات فضائية موجودة، وان هي فيها جزء من المكونات الخارجية عن الأرض إلى آخره، لكن ثبت في النهاية عدم صحة ذلك. دكتور إيه رأيك في الحديث أنه لما تعرضوا على حد حديثهم يعني أو على حد ما تحدث موسى عن الـ DNA لهذه الكائنات، أنه دي مش يعني تعود للصنف البشري، وأنه هو شايف أنه عمرها الافتراضي تقريبا 1000 عام، ويتحدث عن احتمالية الحديث عن وجود كائنات فضائية؟ وإلى أي مدى هذا الحديث يبدو حديث علمي، وهل المفروض أنه ده يتم اختباره في بلاد أخرى ومراكز علمية بحثية تؤكد هذا أو تنفيه؟ يعني حتى تتأكد هذه الأنباء أو هذه المزاعم، خليني أقول كده في الحقيقة علميا ما نقدر ده كلام علمي صحيح. وبالتالي احنا عايزين نقول ان الموضوع ده قديم، موضوع جديد. الموضوع ده ابتدى في الخمسينيات، بالتحديد 1947 لحد 1969 كان في مشروع اسمه سيتي على اسم الملك الفرعوني اللي هو Search for Extraterrestrial Intelligence. ده كانت النتيجة إن مش قادرين نلاقي شيء علمي مثبت بوجود كائنات فضائية. دليل علمي أو أدلة علمية تثبت هذا أو تنفيه. طب رأي حضرتك فيما يثار في البنتاجون وفي الداخل الأمريكي عن هذا الموضوع وربطه بما يحدث في البرلمان المكسيكي؟ صحيح، ده بعد ما الموضوع انتهى في سنة 1970 ابتدى يعود إلى السطح سنة 2000. عشان كده أنا بقول لحضرتك الموضوع قديم جديد. بيعود لسنة 2000 في إحنا في البنتاجون لازم
نتعرف على هذه الأجسام الغير معروفة أو نسميها الظواهر الغير معروفة، سواء كانت UFOs أو بنسميها الـ Unidentified Aerial Phenomena برضو الـ UAPs. طيب دكتور، هل هناك خريطة بحثية مستقبلية للتعرض لما يتم الكشف عنه لهذه الكائنات؟ بالظبط كده، من سنة 2000 في مشروع كبير بنسميه الـ AATIB اللي هو الـ Advanced Aerospace Threats Intelligence Program، ده برنامج برضه بيبحث عن هذه الكائنات. لكن لو ثبت فعلا ان فيه كائنات فضائية، ده هيبقى أعظم اكتشاف في تاريخ البشرية على الإطلاق. برأيك يا دكتور، حتى الآن الإجابة واضحة وصريحة، unidentified. ده كان سؤالي لحضرتك. أي أنها مجهولة، سواء ظواهر أو أجسام أيا منهم، فهي لم يتعرف عليها الإنسان. بس السؤال هنا، ما لا تعلمون، إحنا هنبطل وننهي لأنها unidentified؟ الإجابة بالتأكيد لا. ليه؟ لأن خليني أرجع مع حضرتك، البشرية والعالم كله في حقبة ما كان يعتقد أن الأرض مسطحة وليست كروية. مع العلم ومع التقدم أثبت كروية الأرض. أيضا البشرية كانت تعتقد في يوم من الأيام أن الأرض هي مركز الكون، وقد ثبت الآن أن الأرض ما هي إلا كوكب يدور حول نجم في مجرة واحدة من بلايين. ولهذا يا دكتور نحتكم إلى البحث العلمي دائما، فلابد أن يكون الحديث يعني مبني على بحث علمي دقيق للغاية للحديث عن مثل هكذا مواضيع. أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور أسامة شلبية، مدير مركز الفضاء بجامعة القاهرة، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا.